واصلت مؤسسة حياة كريمة تنظيم حملة هتقدر في 10 أيام لتقديم المراجعات للثانوية العامة النهائية للطلبة وطالبات السويس بمدرسة السويس الثانوية العسكرية بنين. هذا وقد حرص الطلبة والطالبات على حضور اليوم الخامس من الحملة لمادتي الجيولوجيا والرياضيات 2. بنشارك مع طلبة ثالثة ثانوي في مراجعات الثانوية العامة اللي بتقدمها مؤسسة حياة كريمة بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم تحت شعار أنت تقدر في 10 أيام. بنقدم لهم مراجعات في كل المواد بدون مقابل وبدون أي رسوم على يد أساتذة خبراء في التعليم من وزارة التربية والتعليم ووضع الامتحانات. طبعا احنا في مراجعة الثانوية العامة بالمدرسة العسكرية الثانوية بالسويس جايين متطوعين لخدمة أولادنا الطلبة بالسويس، تنظيم نديهم طاقة، يعني احنا متطوعين لأولادنا وخدمتهم. طبعا بناخد محاضرة جيولوجيا واستفدنا فيها كتير قوي، وشكرا مؤسسة حياة كريمة.